ما الزوط راه ما بقى له غادي يوصل ل 30 درهم لليترو وليسانس كذلك غادي معاه. راه الناس عيات من هاد الزيادات، ركفوا معانا شويه يلاه يجازيكم بخير وردوا معانا البال شويه، والا انتم راه كتدفعوا بالبلاد لحاله احتقان غير مسبوقه في الحقيقه. الناس خلات خيمتها ما تلات راي شي وقتلتوها. ما كاينش اللي تيطالع بكل شحال، واش مندر كنا نقضيوه ب 1200 ولا ب 4000؟ النخاله كنا نقضيوها ب 1200 ولا ب 3000؟ هذا راه منكر، هذا عباد الله، هذا راه منكر، هذا عباد الله، هذا راه تهرب. بالله عليكم اش غادي يدير المسكين في هاد البلاد؟ واش يخدم جوج الخدامي باش يلاه يتقاد مع قوت اليومي ديالو، ماشي باش يحقق مستوى معين من العيش. راكم طيحتوا حتى الطبقه اللي كانت المتوسطه طيحتوها لتحت المتوسطه، واللي كانت قريبه من الفقر طيحتوها تحت عتبه الفقر. هاد الزيادات الصاروخيه اللي غير مفهومه بتاتا. واش بغيتونا نخوا هاد البلاد؟ حنا رانا مهنا خاوين هاد البلاد، بوت بوت معاكم هنايا حتى نشوفوا اش غادي ديروا. وكتقول في الحمله الانتخابيه ديالكم غادي نديروا غادي نديروا غادي نديروا، وإلا ما درنا شيروا علينا بالحجار. ترى التيار بدا بالحجار دابا. مساء الخير عليكم جميعا في هذا اللقاء الخاص من برنامجكم برلمان الشعب. اليوم نتكلموا على واحد الموضوع كي طبعا يصدق عليه المثل اللي كيقول اغفل طارت عينيك. مع هذه الحكومة هذه هذا هو المنطق، منطق اغفل طارت عينيك، منطق السوق. نحنا في هذه الأيامات اللي فاتت الله يكون في العون التهينا مع المأساة ديال المرحوم ريان، وملي انتهت هذه المأساة وفقنا من هذا الشيء من الصدمة قمنا وتلاقينا كل شيء تزاد شعلات فيه النار. اللي كان بخمسين درهم ولا مية، واللي كان مية ولا ميتين، واللي كان ميتين ولا بثلاثمية بلا ما تفهم. ليسانس اللي كان بعشرة دراهم دابا ولا بثلاثعشر درهم، المازوط ولا بثناعشر درهم، النخالة كانت بثمانين درهم وصلت لمية وثلاثين درهم، الزيت كان بخمسة وخمسين درهم دابا ولا مية درهم، حتى السفنج ما تهنى. السفنج اللي كان بعشرة ريال دابا ولا بعشرين ريال، وإلا سولتيه كيقول لك الدقيق غلا والزيت اغلى. طاكسيات والكيران وغيرهم من وسائل النقل كل شيء زاد في الطريفه، واللي سولتيه كيقول لك اسيدي المازوت زاد. طبعا شيء مرتبط بشيء. حنا كنتسائلوا مع جميع المغاربه فين هاد المؤسسات ديال الرصد والتتبع، هاد المجالس اللي كتنفقوا عليها من مال الشعب ومن مال العام مجموعه من الاموال باش تراقب لنا الاسعار وباش تراقب لنا هاد الزيادات الصاروخيه غير المفهومه في زمن غير مفهوم في الحقيقه. فين هي؟ واش كدير خدمتها ولا ما كدير خدمتها؟ هاد الحكومه في الحقيقه بغيناها تفهمنا، وكنتسالوا معاها وكنقول لها بالله عليكم اش غادي يدير المسكين في هاد البلاد؟ واش يخدم جوج الخدامي باش يلاه يتقاد مع قوت اليومي ديالو، ماشي باش يحقق مستوى معين من العيش. راكم طيحتوا حتى الطبقة اللي كانت ما عندناش طبقة متوسطة، اللي كانت تسمى بين قوسين المتوسطة طيحتوها لتحت المتوسطة، واللي كانت قريبة من الفقر طيحتوها تحت عتبة الفقر. هاد الزيادات الصاروخية اللي غير مفهومة بتاتا. واش بغيتونا نخوا هاد البلاد؟ حنا رانا مالنا خاوين هاد البلاد، بوت بوت معاكم هنايا حتى نشوفوا اش غادي ديروا. وللاسف الشديد ما كتعطوناش تفسير ملي كتخرجوا كتزيدوا الطين بله. الناطق الرسمي في الحكومه ملي خرج كيتكلم على هاد الزيادات ديال الاسعار وكيبررها كيبررها بالمتمنيات، وراه قالها قال ما كنمنش عليكم. طبعا ما كتمنش علينا لان الدقيق راه مدعم ومجموعه من المواد الغذائيه راه مدعمه من صندوق المقاصه، وهذا ما جبتوش نتوما، يعني ما جبتيش جديد، هاد الشيء كان قبل. اش درتو نتوما يا الحكومه اللي رفعتوا شعار ديالكم تستاهلوا احسن؟ فاذا كان الاحسن هو هذا، ما هو الاكفس؟ ما هو الاخيب؟ ما هو الاشين؟ شنو هو؟ الى عاد الاحسن هو هاد الزياده في الاسعار،
الى عاد الاحسن هو هذا الشيء كله اللي كنديروا اللي درتو دابا، شنو هو الشيء الاسوء اللي غادي يكون عندنا في المستقبل؟ انتما رفعتوا وعود وعود، وانت في الكلام ديالك سيد الناطق الرسمي كتعطي متمنيات وكتربط المساله بالشتاء. اعطينا ارقام، اعطينا احصائيات، اعطينا وقائع، كيما كنتو كتقول في الحمله الانتخابيه ديالكم غادي نديروا غادي نديروا غادي نديروا، والا ما درنا شيروا علينا بالحجار، فراه التسيير بدا بالحجار دابا. واعطونا منطق ديال الامور، ماشي منطق السوق، ماشي منطق المقاوله اللي كتحك اللي دابا كيتحكم فينا واللي رجعنا تحت الميزيريه. كنا كمغاربه لا فضل لهذا على ذاك، تساوينا كنا اصبحنا في الهم يشرقوا. ملي كيجي رئيس الحكومه في اجتماع مع الباترونه، الاجتماع ديالو مع الباترونه الهاجس ديالو الاكبر هو الجرعه الثالثه، ولا شيء غير الجرعه الثالثه، الا ما درتو الجرعه الثالثه ما نتكلم معاكم. ويا ريت لو كان تكلم معنا بالعربيه، ويا ريت لو كان تكلم معنا بالدارجه. والله انا شكيت على انه يتحدث مع الباترونه ديال فرنسا ولا ديال شي دوله فرانكوفونيه، ماشي رانا في المغرب. فينا اللي يفهم العربية واللي فينا اللي ما يفهمها كاع، فينا اللي يفهم الدارجة وفينا اللي ما يفهمها، وفينا اللي يفهم الأمازيغي وفينا اللي ما يفهمها. رانا ماشي السويد ولا الدنمارك، مستوى العيش مرتفع ومستوى العلمي والثقافي والتفكير مرتفع. رانا صغار بسطاء، خاطبهم بلغتهم باش يفهموك واشرح ليهم، راه محتاجين للشرح أكثر ما محتاجين للفرنسية. رانك ترأس حكومة مغربية لغته الرسميه اللغه العربيه واللغه الامازيغيه، وتكلم بالدارجه باش نفهموك، ماشي تكلم معنا بالفرنسيه لانك تخاطب بالفرنسيه فئه معينه هي المستفيده من هذا الشيء اللي واقع اليوم تيه في البلاد. اذا الله يجازيكم بخير، نزلوا معنا شويه الارض، شدوا معنا شويه تيه. راه ما هكذا تراد الابل يا رئيس الحكومه ويا ناطق الرسمي ويا حكومه المغرب. راه الناس عيات من هذه الزيادات التي بلا حاسب ولا رقيب. رخفوا معنا شويه يا الله يجازيكم بخير، وردوا معنا البال شويه، والا انتم راه كتدفعوا بالبلاد لحاله احتقان غير مسبوقه في الحقيقه، احتقان نفسي واحتقان اجتماعي واحتقان سياسي واحتقان اقتصادي، والاكثر من هذا وذاك الاحتقان كاع النفسي. الناس خلات خيمتها، ماتلات راي شي، وقتلتوها قتلتوها. واش المازوط راه ما بقى له غادي يوصل ل 30 درهم لليترو، وليسانس كذلك غادي معاه، وكتبروا لنا هذا الشيء بالسوق الدوليه وبالمتغيرات وبالاستيراد وبالتصدير. يا سيدي احنا بغينا ارقام، بغينا وقائع، بغينا شي واحد يهضر معانا باللغه ديال المنطق وديال العقل، ماشي اللغه نتمنى وسنقول وغادي نديروا غادي نديروا غادي نديروا. اللي يدير شي هو الله. انت راه حكومه ماشي كتضرب الكارطة هنا ولا كتقزم. اعطينا واش غادي ديروا ولا ما غادي ديروا، ولا ما عدتو غادي ديروا قولوها لنا، قولوها لنا في الحقيقه، قولوها لنا. لانه بهذه الطريقه هذه الا بقينا ماشيين معاكم راه غادي ندخلوا في الحيط. اللهم اني قد بلغت، تحياتي لكم.